إنه إليك دماء كيف ترضى رقياك الأنبياء يا سماء المطر ولا تسماء لم يشاءك في علاك وقد حال سلمك دونه وسناء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء حتى مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن قومك الأضواء نكزة العلوم من علم الغير ولهب آدم الأسماء نبتسى في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء أما الفطرة من بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أولا رنساو الفرمكارات اللي تسوقنا قبيلة مصر أساس احتفال جايقة العيد المولد النبوي أسكن الأمداح يد العيد أس وسي وسان النوايب وسكرد وسان الغيدة قران طلب هايتش المعروف ويسكوز ويسموس أرقستين تغارين وكان كل رجس تمون كل شيء جميع يقبل نوم سرائي تمولاي تغجيش كل شيء النواحي هذا رغي تمون أذكر الدعاء لله الخير دي قال لله ولكن المشكلة دار نغي لنا غارة سوري اللي دور جيزي اللي أنت ظلاب قبلت التعاون أولى الساكنة أولى الجماعة أولى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس ولا وزارة الأوقاف باش أدخلها من الخيرات أي تسوق المقر نغزوج المقر ياك رئيس جمعية ضريح الوالي الصالح سيدي مسعود أرنتشكر دراري الجمعية المجهودات اللي كله سكر نقين الخيرة من ضريح أعرف الله ولكن غير لسا بدانتيني المشكل اللي دارنا غيلان السلطات المحلية أنت دور بدا عاونت باش أدنا أغرس الخيرة ناوي تصرص الضوء باش أي رويس والمقارنة زود كل ويمدن أتنسب حربي نشكر جلالة الملك محمد السادس باش يغي الدخل أنت ولا وزير الأوقاف باش الدخل نغ الخيرات أي المقار على ما يرام إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. اليوم نتواجد بموسم الولي الصالح سيدي مسعود الذي يجدد الترحاب بزواره الكرام من كل صوب وحد من جميع القبائل التي المجاورة لأمسترا إفران أطلس الصغير. هنا كما تلاحظون كل عام ونحن نحيي ذكرى ولادة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إحياء ذكرى إحياء مولود النبوي الشريف ومجموعة من الأمداح النبوية كقراءة البوردة كقراءة الهمزية ومجموعة من الطقوس الدينية كما تلاحظون كل سنة ونحن نعاني من مجموعة من المشاكل التي تتخبط في هذه المعلمة التاريخية أو هذه المعلمة الدينية. من بين هذه المشاكل كما تلاحظون تعبيد الطريق غير موجود كما سوف كما سوف نصور لكم وكما سوف تلاحظون بعد قليل في هذا الروبورتاج. كذلك الكهرباء نستعمل فقط وسائل تقليدية من الموتور وكذلك مجموعة من الوسائل التقليدية. جمعية الولي الصالح سيدي مسعود برئاسة السيد أيتي دير
برئاسة السيدة تدير عبد الله ومجموعة من الأعضاء الذين يقومون بمهامهم على أحسن وجه ويقومون بمجموعة من المشاريع ويضحون بالغالي والنفيس كما نقول من أجل دائما إبقاء على هذا المعلمة الدينية وإحيائها كما ورثنا عليه آباؤنا وأجدادنا. عبادة تبارك على الغلاء وصلى مراد للأصحاب وللجامعة كلنا يا الله محمد الله